أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول: ما حكم تسمية المسجد باسم صاحبه، وهل يعتبر هذا من الرياء؟ لا بأس بتسمية المسجد باسم الذي بناه أو باسم إمامه الذي يؤم فيه، قال مسجد علشان يعرف، علشان يعرف. ما تعرف المساجد إلا بأسمائها، تسمى بأسماء من بناها أو أسماء من يؤم فيها، أو باسم الحارة، قال مسجد الحارة الفلانية. لا بد من اسم يميز المسجد عن غيره، تسمية لا بأس بها، وليس هذا من الرياء، وإنما هو من أجل المعرفة، من أجل يعرف المسجد. نعم.